يا عبد الله. شوف فين شغال اول، فين واي فاي؟ واي فاي دي واي فاي رقم متصل صح؟ ايه. هذا نفس الواي فاي رقم 3 5 4 3 5 4 3 متصل خلاص صح؟ ايه. طيب روح برا شغال كروم تمام؟ كروم مبروك. بعدين هنا سجل دخل رقم سري. دقيقة دقيقة تعال شوف هنا خلي معك تمام؟ انا عندي خلي معك اجي سجل رقم 192.168.8.1 دي اي بي ادريس حقه تمام؟ دخلته خلاص افتح هذا الحين افتح هذا تمام؟ روح هنا صفحة الويب صفحة الويب ايوه روح طيب خلاص طيب دحين انت تخشوا من هنا اعدادات خشوا اعدادات سجل اسم المستخدم اسم المستخدم اسم المستخدم ايش كله حروف صغير تمام ادمن اي دي ام اي ان نعم وكلمه مرور كلمه مرور ايش ادمن 1 2 3 ادمن 1 2 3 كان اول وديت رقم سري ادمن 1 2 3 بعدين تسجيل يدخل مبروك ميمي بعد تسجيل يدخل ايوه رو فين 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 هنا دبلو لان هذا دبلو هنا. لان ايوه تمام تمام اعدادات شبكه المهم اعدادات شبكه الاس اس اروح هنا ايوه هنا موجود الحين أيوة. شوف هنا ايش موجود هنا موجود هواوي اسم مستخدم مستخدم هوازي اسم مستخدم وكلمة مرور هذا أرز وكلمة مرور انت افتح هذا انت كم رقم سري قديم هذا مكتوب تبغى دحين غير رمز سجل رمز كم تبغى رمز دحين جديد 20 20 13 13 بس بس 8 اقل شيء 8 ارقام هنا تمام خلاص انت دحين بعدين رد تطبيق بعدين تطبيق اوكي تبغى غير اسم خلي غير اسم هناك فوق نفس الطريقه نفس الطريقه بس غير اسم هنا تمام اوكي اوكي هنا تطبيق دحين تطبيق تطبيق بعد التطبيق جيت اخي بعد التطبيق خلاص ما يجي بالنجاح خلاص جاهز يعني دحين ما في رمز هنا خلاص روح شوف شاشه فوق ما في رمز دحين انت يدخل رمز جديد نفسه اسم شبكه هذا نفسه اسم شبكه دحين غير هذا ازال شبكه هو دحين دخل كلمة مرور كم كان رقم سري وديته 20 20 13 13 اتصال نحن متصل خلاص يديك العافية الله يعافيك يا قلبي عرفته؟ ايوه ها ثانك يو سبسكرايب كرنا نا بولي